النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. LG المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعي طقس العرب في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الكتلة الهوائية الحارة التي تؤثر على المملكة منذ عدة أيام. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها خلال هذه النشرة هي تراجع تأثير الكتلة الحارة وأيضا ارتفاع مؤقت على درجات الحرارة الخميس، بينما تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بالرغم من انخفاض درجات الحرارة. ننتقل وإياكم إلى توزيع خرائط توزيع درجات الحرارة وخرائط توزيع الكتل الهوائية من الثلاثاء وحتى الخميس. يلاحظ استمرار لسيطرة لكتلة هوائية حارة تجعل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، لكن درجات الحرارة تنخفض يوم الأربعاء مقارنة بالأيام الماضية، لكن تبقى كالعادة أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. طقس حار نسبيا يسود في الجبال، ولكن يكون حار بشكل لافت في منطقة الأوار والبحر الميت والعقبة والمنطقة الشرقية وأيضا منطقة البادية. أما بالنسبة لخرائط توزيع درجات الحرارة السطحية هذه المرة من الثلاثاء وحتى الخميس، يلاحظ سيطرة أيضا لأجواء حارة نسبيا خلال ساعات النهار خلال الثلاث أيام القادمة، لكن تنخفض درجات الحرارة ليلا، يصبح الطقس معتدل فوق الجبال وأيضا منطقة السهول، لكن يبقى الطقس دافئ خلال ساعات الليل في منطقة الأغوار والبحر الميت والعقبة. ننتقل الآن للتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث يسود طقس صافي مع 23 درجة مئوية. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة يوم الأربعاء 32 إلى 23 درجة مئوية، تنخفض مقارنة بالأيام الماضية لكن تبقى أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. يوم الخميس ترتفع قليلا درجات الحرارة 33 إلى 24 درجة مئوية. أما يوم الجمعة تنخفض قليلا لكن تبقى أيضا أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، 32 كحرارة عظمى، أما الصغرى 23. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن. إلى اللقاء.